أنا عدن حلمي رزق الله أبو مخ، عمري 23، من باقة الغربية، رسامة متخصصة أكثر برسم البورتري، وبعلم كمان دورات رسم. شيرين أبو عاقل هي رمز فلسطيني، دائماً كانت تغطي الأحداث اللي بتصير بفلسطين، الحقائق والظلم اللي بنواجهها من الاحتلال. فمكان جدار بيتنا هو بجنبنا في مدرسة، ودائماً كنت أشوف الأطفال وهم يتفرجوا على رسمة شيرين وكديش متأثرين. وأكثر إشي أبسطني إنه عن جد مش ناسين وعارفين من غير ما أنا أكتب شيرين إنه هاي شيرين أبو عاقلة، لدرجة إنه توجهت لأم طفلها عمره 3 سنين بإنه كل ما نمرك عن الجدار يحكي لها ماما هاي أبو عاقلة. قررت إني أرسم الراحلة الصحفية شيرين أبو عاقلة كدعم لصوت الحق وتخليداً لذكراها. طلب الشرطة بإني أنا أمسح رسمة الصحفية شيرين أبو عاقلة عن جدار بيتي، وهي لهدف أساسي وهي طمس هويتنا الفلسطينية، وإنه إحنا ننسى الحقيقة اللي إحنا عايشين فيها. وهاي السياسة هي كانت سياسة الترهيب اللي بيستعملوها معانا الاحتلال. أنا دعيت دعوة عامة للجميع بأنهم يجوا يشاركوني كدعم لصوت الحق، وأنا شايفة أنه ما شاء الله في كثير إقبال وتضامن في هذا الحدث، وهذا بيدل على أنه كلنا متضامنين مع قضية شيرين وعدم سكوتنا عن حقنا الوطني.